أنا لحس قعدت أجد عقادي. أيه. مقالة دي خالد بن وليد كأصنع. واحد جالس يشوك تعرفه. بوجري قذن كواي ما قبح بوجري. ما كل شيء. وقلتها لك واسك. مقالة سوي حكومة هل وقاصي. شوف اللي سهل كده ما طيب. وياس كفر أنت وقلي. أيه أنا ما أسكو يمي. بيا أنا ما تحس قصة مين بقاصي. حرف حرف وحكي شيء. لكن ما لا صعب كده. مركي كوجور يسكت صقيب كشوف. ما مركي كوجور يسكت صقيب قلا. ويلي بمقالة قال كعيا ينشوك نارنتي. ما حفظ ما أنا كده حضارة الله البحة ومارتي كالس كارجا. محل هذا بالشوي أنت رهبت الآن أو كطاعون يسمل والبيت شو كان. رهب الله محل هاي سنة جرو ونكسن. إلى هاي سنة كان سنة كسن نقول نفط قبنا هاي نقول قرسيو. وأنا رنتي مالن قالي أوقف كستور رهبت الآن كون يشعب الصومالي هذا رنتي ما شاء الله ما دام يتعبد لنا هو يدي فدرالك عادي 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 لفتر فدرال بتسموك عادي والله قرني يا اها مقتا حتى انا دام كسو بير سلاقف كي باها لكن ادو يوتيوب قال او برت يوتيوب ماي وكوري هور ال فيسبوك هم كان ميلا سير اوردي جي مانتي او اي تهي سند غوردي بوتلان سند غوردي 2020 2020 كان سنه ولي بده عانو اي نبد اي برواق اي بشبش لو عانا مالي اي ان فرحت بين اي تهي ولي بده دد بدن او مغعي ما مشكله حفلتها سيده ان كوكولني ان ابو أدبنا دين سلام يا صاحبتي ذقروح ذا بدن يشوك الدنيا ده على ده ملك استوى يشوك تان هالكني وأضغط شن الكيسي هنقول عيبيننا دي أضغ بقولك يكون وحفلة دي سوال غبن دونا إن شاء الله هذا لكن واحد شوك حسك بتلان سنة جورة ده لبي لبعتن سنة كور وحل اللي عندك أفكار حضي تاس أدبنا دين سلام يا صاحب يال وهالكن عاوي هندي لكم روح لقصة بني قدونا وعذره ما شاء الله سنة جورة ديني ومالين تاني وهمين كني فرحت بني دي waxaa jooga andool kure fanaaniinta madaxdi andool kure dhamaan bulshada qaybaheeda oo kala duugan ayaan ku kala maqneen baan idin leeyahay wacdaraha caaway waxaan rabaa halkaan inaad la socotaan ee hordhac waxaan idin tusi doonaa andool kure oo yahay fanaaniinta iyo dadka legendka ee halkaan jooga ku sugan dad badan oo andool kure oo yahay aad isku laaydeen ayaan caawis ku soo qabqaban doonaa hadii ilaahay dumo odaguna di caaway wax badan buu shacabtireen jiray caaway imaamada madaxweynaha macaasiideen doona ma faantiin idinkii ogaan doona han ugu ceebeynina hal la wada socdo ee hadii la kuro qof qof ayaan u qaban doona legend hadii la kuro waxa jooga meesha cabdi dhaanto hadii la kuro garabkay keenay cabdi dhaanto sadow oo ku faraxsan hadii la kuro inaad hadii la kuro aan caawo inuu wada joogno xuska hadii la kuro sanad goorada Puntland 22 sano kor sidee baad u aragtaa xafladda markaa indhiin dheer sida adiga oo aragtay ma arkaa saaxiib saadiga warakto okay waxaan noo warka okay waa markii kugu horeysa kasoo qayb gasho waa markii hore soo kasoo qayb galo waliba magaalada gaalkacay ayaan joognaa runtii wax badan ma arkay dad xadaarad oo ilbaxa oo ma artay kaalaska araga maxaa leedahay bulshooyin ta reebut laan oo ku daawanaysa meel walba ay joogaan reebut la waxaan leeyahay sanad guru wanaagsan ilaahay sanadkan sanadkii sanagoo nabad qabnahay inagu gaarsiyo waana runtii maalin qaali oo qof kasto reer Puntland kuwan iyo shacabka Soomaaliyeed oo runtii maadaama ay tahay Puntland hooyada federaalka aad iyo aad adiga laftaa federaal ba tusmuu aad iyo aad maxaa wada dacaw aa waxaan u wado masrax inoo ahaan doonto masrax inoo ahaan doonto taan kaaga sida lagu qabto kasoo weydinaada oo kale aan noqolay لكن سعيد كان تونيكا كوحصوصتا ونند دغنك معناها كروهايا انا سعيد كي ما لاحظت قعدت اجد عقادي ما قالت خالد بن وليد كاصنع واحد جالس يشوك تعرفه بوجري قذن كواي ما قبح بوجري ما كل شيء وقلت لك واسك ما قال اسوي حكومة هل وقاصي شوف اللي سهل كده ما طيب وياس كفر انت وقلي ايوه انا ما اسكو يمي ايوه انا تحس قصه مليان باسل حرف حرف وحكي شيء لكن ما لا صعيب حرف لا حرف واحد انا هرت حرف سلام لكن انا ادري حرف تم وقلي اي واحد ثاني نك انا ياسين بعد دقن انا ياسين بعد ماشي دقن حرف هذا الافاره هذا لبقى وكف ضغطي هذول الكل كريس مثلا تقوي نو كريس لكن اسف سو دو مغالا كو سو دو لا لا ابوان دانتو قال له ابوان ني كان واو تقانا كلو ابوان جيسي اه واحد جوجنا حفلتي كودا اغوستا انا واي غران سانه سو ديابي هذه ورتو هذه ورتو كان حق له
فيديو يرى وحن دعوضي قال له ده هي رجال مال بيا كله راح يجرت صح والله شاكر كره يا ماشى وشاء والله كره بس توك بس هذا اللي قدر كله بس هذا اللي قدر يدو كم بس لانه صح مرقس أنا ذبارتي وارواح سكتني خطر بقى عسد يابي ما شاء الله محل هذا هنقول لكم بالشو أنت ريبت لين وحلا يا هاي عيد وناك سلام عيد ولد بس كسو آدم عيد إلهي عيد ما تربت لين وحلا يا هاي لما ده عيد وناك سلام بالله يا كل عام وأنتم بالخير وأنتم بالخير ها والله يا هاي سنة جروة عن ميلو بقى شوكتان العو مساج لما وضنا لكن وحنا عاود أنتوين بوضنا عادي 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 ما شاء الله وحبنا بقى ما شاء الله وارك دونا عاوي عاوي يا ربنا بقى وارك دونا عادي هلا وده سعودي وان جيس يو صاحب كي عبد الله ترى سود وين يا كسر دواه الله يا مقالة قال كعيو كسر دواه الحسكة سنة جروة ده لما يلا تناد كسوركتي بطلان مركو على هاي الهمبلي على ما شاء الله هذا ما سنة thank you so much صاحبي يا الله يدين شرفه وحنا هذا نسوق من دونا ماشي أنا هدول الكور والجبدين والواحد يعني واحد كلام هو كل شيء وحنا سوق من دونا صاحب كي هدول الكور الداهر كندا يا حليف كي هدول الكور يا هاي لبح سوي استعجل المدينة يتبرد هذا سوي استعجل نين إياك بعد السوي استعجل هل كان سوي استعجل مثل علي عبد الله عادي عادي بابين صار ماشي ما شاء الله لا بد عن لكن ولا بيوتيوبر هدول الكورن ياهي وحلف ك صاحب هدول الكورة ما شاء الله نين كان جرك لا تكلم على جرك هالك كبرنا ما فهمت أنا كنا فارك سوق من دون نين يجربون بس يستعجي ما شاء الله سوري بدي أحكي أدب ودو هاي منطقة أدب وقف رح سنعين أنا كسو مغضو نشنل كأبوان جيسي أدب نسلامي يا شعب كأبوان جيسي دمان أنت كحرن أنت أنا كحرن إن سبسكرايب كلو بوبان لي هاي أبوان ك نوع بيننا بقولك يكون ده واحد كدي ما وارك كرتاني عادي عادي حفلتي بقولك يكون واقصو قبل لنا إن شاء الله هو ما أنتوا حن هالكأوني مده حفلة سنة جورة ذا عفت ونعفي والله وحن ما أنت هالكأوني مده حفلة سنة جورة ذا اللي بيلوعتنا دي بطلان أت بنوس ودويننا وحكسو قيب قالك هو حبضن أو بطلان كذي سن وحكسو قيب قالك وابري بطلان مهوران يوم مصلحه عاون عيارها دانتو عادي عادي دانتو ده قف مركز الضاربة ده واسك حضرين النساء عادي عادي أت بنوس ودويني يا صاحب كني اللي بحكي بيا حلف ها حلف كهدوء مسلا هم كايد ده عير تكود هاي نكان لما أسبوع يوتيوبر عادي يا هاي أول هرو واحد بكتري كعني أول بكتري بس هدوء وين بس هدوء بالنا بس هدوء يوتيوبر ما شاء الله ليش بقول هذا ليش بقول يا نعم جس كفقة لكن اللي بحكي يو يوتيوب كور أنا ودي قف عادي والله قرني يا أها مكتة حتى نتام كسب بير سلقف كي بقى لكن هذا يوتيوب كله برت يوتيوب ماي وكوري هور ال فيسبوك هم كان ملا سعر ورديتي een caa waxaan nimid xalfad dikood agosto lichen badan ba jooga marti badan ba jooga de wuxuu aha asad diya wixii 32 sano ka hor buriimuduga habi reemudnimada uu ilaawe markuu timaha badan laha timiga iska tiray wal garan waaya habeen dhibto wal xora een hada marti uu yahay asaga iyo cabdidaanta iyo waa marti een caawana de riwaayad ma wadno waxa wadna waa dhaantooyinka waxdi maslaxo waa meesha joogta iyo abwaan geesi dhaantadiisa mahuraan waa kuwana youtuberka gaarka ah waa jooga waa bari butland hoobladu waa bari butland dhamaan meesha caawo lagu ma kala maqana waan gaal ka caya loo yahay marti baan u maleynayaa aadiya ma sha Allah rahmadu kunu guuday wa maantay thank you so much Allah idin sharfo waxaan soo qabanayaa hadana hadal kuri garabkayga soo istaajin doona gudoomiyaha dhalinyarada Cabdi Qani Cismaan legend hadal kuri soo dhawow gudoomiyaha dhalinyarada ma sha Allah aadan ugu faraxsanahay caawo hadal kuri roon yahay inaan isku qabano xaflada hadal kuri sanad guurada Puntland ku soo dhawow ma sha Allah maadiya soo dhawaneen sanad soo dhawaneen soo dhawaan ya saaxiib ma sha Allah adu markaa way soo dhawow adiga naftigaaga soo dhawow aad iyo aad baan u faraxsanahay caawa halkaan soo aragno tee caawa halkaan damaashaad weyn baa ka dhici doona aad iyo aad ma sha Allah Allahuma kala maqna dhe Allahuma kala ma xaalada dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhamaan bulshada weynta Puntland een dhamaan dhalinyarada reer Puntland aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadan sanad guurada 1 Agoosto oo 22 sano jirtay Puntland 22 sano jirtay een waxaan leenahay shacabka reer Puntland meel kasto joogan hambalyo een dowladnimo qaan gaartay baad heshen waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaad ku faraadigtaan baad ka qaybqaadataan horumarkeeda iyo wanaageeda adigana waxaan ku leenahay diicaa oo wadaraha iyo asugeen waaya waa maanta waa balno balan haddana waxaan soo qabanay gudoomiyaha maslaxo ee hadii la ku roon yahay soo istaag awan sakriye ay ugu ceebeen hadii la ku roon abaani oo ku soo dhaweynaya farxad bay tahay hadii la ku roon channelkaygu TV waa ka weyn yahay waxa looga xiran yahay dal iyo dibadba wakaaladan waa wakaaladan magaca Ilaahay waan ku soo dhaweynayaa soo dhaw ni waa ku dhaw
tahay aniguna shaabada waa ku dhuftay wakaaladnimada ee channelka abwaangeysi ku soo yaaca ku xir ka maqnaanina hadii abwaangeysi cawda cawa kowda agoosto iyo gobolka mudug iyo gobolka mudug waxaan aragnay kaliya kaliya diyaarad ku yimid ogaada aad yaan magaalada meel gaar ah kaga soo tagay markii diyaaradda gaay abaar wasoo lugay aad oo maasan tahay maxaa leedahay bulshooyinka ugu dam Puntland Puntland waxa lana caawa waa habeenkiini waa habeenka aasaaska Puntland waa habeenkii guusha waa habeenkii dowladnimada Soomaaliya ay soo noqotay marka aan u dabaaldega calamada hal ruuxo aad yaa guuliyo gobnimo walanteenno hadii la ku roon yahay waa gobnimo guuliyo gobnimo waad salaamayna taa hadii la ku roon yahay kowda Agoosto sanad guuriyada ee hadii la ku roon Puntland oo inoo halkaan oo hadii la ku roon inoo kala kacinaynay ee magaranaysa wax badan baa halkaan la soo diyaariyay magaranaysa hanagu ceebeenina hadii wax leedii kaga baayaan dhaadhaac shaqshaq nagu sii hadii la ku roon yahay waxa soo qabanaya qof qof aan soo qabanaya kooxaha ee dhalinyarada marka ugu horeysa saddex qiraam aan soo qabanaya boqorka boqorada saddex qiraam soo isteeg istiqraama farcad bay tahay caawa inaan hadal ku roon yahay kasoo wada qayb galo xuska oo waliba aad maslaxi ruuxdaan muhoran baan oo leedin saa hadal ku shacabka dhamaan hanantaan qalbigooda farcad bay tahay waxaan hadal ku roon yahay leeyahay kooxda muhoran hanbol iyo Puntland hanbol yahay soo dhaw saaxiib ku soo wada channelkii horta markii hore waxaan salaamayaa dhamaan asxaabta iyo taageerayaasha abwaangeysi ruuxanti farcad bay tahay saaxiibkay garaadkayga inaan maanta waxaan aragtay u dhinacayga taagnaado waxa kale oo farxadno ah iyadoo ay iid ahayd isna waxa maaragtay farxad ka sii weyn farxadaas ah maanta oo ay tahay sanad guuradii Puntland sanad guuradii 2020aad 2020kaas sano waliba deecaano iyo nabad iyo barwaaqo iyo bishbash lagu caanamaaliyay een farxad bayna ii tahay waliba dad badan oo magac iyo maamuus kale oo xafladdaas iyada aan ku kulanay een abwaan waxa weey horta waa dhawahay sidoo kale waxa weey aad baan ugu faraxsanahay in maanta jurnaalka aan ka hor muuqdo ka soo muuqdo sharaf ay tahay sharaf weyn bayna ii tahay taageerahaaga weynna waa ku daawan jiray meelaha ma garad aad marka abwaan waxa weey maanta caaw farxadeen lama soo koobi karo raanti hadaa dhahno miqyaas baa ku qiyaasayna waxaan aaminsanahay inaan wax la qiyaasi karo maaha mahadsanid saaxiib aan sharaf iyo karaamo hanbaliyo